ايه هو مودل ده وازاي تفتحه وتتابع محاضراتك اول باول. اتفرج على الفيديو ده علشان تعرف. في الاول لازم تتأكد انك عامل ساين ان على الايميل الاكاديمي بتاعك وحط تحت اكاديمي دي 100 خط. بعدها هتكتب في الادرس بار في جوجل العنوان ده su.edu.eg. بعدها هتختار من المنيو الاولى فوق SULMS. بص كده فوق هتلاقي ساين ان، دوس عليها هيجيلك confirmation mail على الميل الأكاديمي بتاعك زي ما اتفقنا. ولما تفتح الميل ده هتلاقي فيه URL، هتدوس عليه وكده الأكاونت اتعمل له activation. وعلشان تفتح الكورسز بتاعتك هتفتح هوم من المنيو بار دي وتختار الكامبس بتاعتك اللي هي الأنطرة. هيظهر لك كل الكليات ومواد متطلبات الجامعة تحت. اختار الكلية بتاعتك وخلينا نقول مثلا هندسة، ومن هنا هتختار فول 2020 وتفتح المادة اللي انت عاوزها وتنزل محتوى كل اسبوع. ولو عايز تشوف الفيديو المتحمل لكل محاضرة هتدوس على الـ URL ده، وبكده تكون فعلت الأكاونت بتاعك وحملت محاضراتك بكل سهولة.